معالي وزير التجارة، وراه معالي وزير التجارة، كون معايا في الصورة معالي وزير التجارة، باسكو والله العظيم معالي وزير التجارة. خلونا نكملوا مداخلتها. معالي وزير التجارة والله العظيم الحاجة اللي راك تخرب فيها راه السوبة تاعها تزيد. قسما بالله معالي الوزير، والله العظيم معالي الوزير، شوف الحليب راك هضرت لنا على الحليب ورغم الجهودات رغم الجهودات والله العظيم علي الوزير نثمي الجهودات اللي كدير فيهم. خلونا نكملوا المداخله والله العظيم. والله معالي الوزير والله العظيم الحليب انا كي نشوف الحليب راني درت رحت حتى المصنع تاع الحليب، الحليب يخرج ب 3.40 وراك تشرط على الموزع تاع الكرو 0.90 دينار في الليتر، ان كاميون يلفد 4000 لتر راني حسبت له يدي 3600، راكم تفرضوا عليه يدي 3600 دينار، اسكو ان كاميونير يخلص لو شوفير ويخلص لو مانيتونسيونير اللي هو الحليب والمازوط تاعه بور 3600 دينار يخرج؟ ما فهمتش، امبوسيبل يولي 25 دينار مع الوزير، والله راه ب 40 دينار وما كانش. ما نهضروش على البطاطا وما نهضروش على الحديد، الحديد راه كارثه معالي الوزير، الحديد على بالي راهم جاو عندك جماعه وقلت لهم انا خاطيني كيما البطاطا، قلت لهم استاذ انا لا انتج البطاطا كيما قلت لهم، استاذ تابع الفلاحه. بصح والله لا راهي كارثه معالي الوزير، الحديد راه 12000 دينار، راه 12000 دينار القنطار. سي غراف كان 6000 دينار صافي دي زون راه 12000 دينار، والله غير كارثه معالي الوزير.